درسنا اليوم عن حرف الباء. هذه أصوات حرف الباء مع الفتحة والكسرة والضمة والسكون: باء، بي، بو، أب. باء بطة، باء بيض، باء باء، باء بيت، باء طبق، طبق باء، دبابة باء، بنت بي، برج بو، بومة بو، بستان بو، برتقال بو. ما صوت حرف الباء هنا؟ بالونات باء، هذا نسميه مد بالألف. باء، الباء مفتوحة وبعدها الألف، باء. نقرأ معا: بوبي، بومة، بيضاء. تلعب بوبي مع بطة. لعبة الطبيب والمريض: بوبي قلبها أبيض. استمعوا أو ميزوا الصوت القصير لحرف الباء. الصوت القصير أي مع الضمة والفتحة والكسرة. تلعب بوبي مع بطة لعبة الطبيب. بو ب ب بي، تلعب بو، بطة ب، لعبة ب، الطبيب بي. استمعوا وميزوا الصوت القصير لحرف الباء. بطة ب، بذور بو، بركة بي. أقرأ الحرف والمقطع والكلمة: ب بو بي، ب بي بو، ب ب بو، بو با با، بو بو، ببا بابو، ببي بوبي، ببا با. أنا أسكن في أول الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة. با أول الكلمة هذه الخضراء، ثم الصفراء باء وسط الكلمة، ثم الحمراء باء في الكلمة. بطة أول الكلمة الباء، جبل وسط الكلمة الباء، ثعلب آخر الكلمة باء. الآن ابحث ما حولك عن أشياء بها حرف الباء. شكرا، إلى اللقاء.